فتحت البوابات وبدأ التنافس بين جياد وأفراس المستورد عمر الثلاث سنوات فأكثر التي لم تكسب والتي كسبت من سباق إلى ثلاثة سباقات. يجمع التنافس على مسافة إلى 1800 متر. جاس الأمير عبد العزيز بن جلو بن تركي آل سعود رحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وشاهد الانطلاقة في هذا الشوط من شهان الحجاز من الداخل. هناك أيضا قرحين في مركزه الأول في هذه السباقات هو صاحب الانطلاقة. وأشاهد ما عليك من الخارج في تنافس ثنائي منذ انطلاقة هذا الشوط. قرحين مع بداية الانطلاقة هو صاحب المركز الأول. ما عليك المركز الثاني شدة يحاول التقدم في المركز الثالث. كذلك تنافس قوي ومثير في هذه الأثناء يبدأ من أثينا أيضا في مركز الأول. مشاركة الأولى في الميدان السعودي مرهون في المركز الرابع يحاول التقدم والتنافس في هذه الأثناء. قرحين من نسل الوسيف سيتي وصاحب المركز الأول في منافسة من معليك الذي يتقدم في هذه الأثناء مع الأمتار الأخيرة في هذا الشوط والدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية. معليك وصاحب المركز الأول في هذه الأثناء مع الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية. معليك من نسل أنجل ريدكو وصاحب المركز الأول ما شاء الله تبارك الله وآخر 200 متر. معليك وبكل قوة ابن أنجل ريدكو في مشاركة جديدة له في السباقات. ما شاء الله تبارك الله منافسة مثيرة وشاهد دخول قوي قدم من حبيب زيد للمركز الثاني إلى أن معليك هو صاحب الانتصار في هذا الشوط وانتصاره الثالث في سجله السباقي. هذا الحصان